نروح للأهلي أحمد عبد القادر ومشهده، رأيك في ايه؟ في كلاعب يعني ولا ايوه رايك كصد؟ عودته الراجل اداله وبعدين ابتدى اداله بشكل كامل. اقول لك حاجه لذيذه، فاكر مره دخلت انا وانت في جدل؟ ايوه فاكر، كان قلت لك قلت لي لو مش الاهلي مش عايزه ما انت ما الزمالك ياخده. فاكر؟ ايوه قلت له، قلت لي طب يبيعوا بكام؟ ممكن يبيعوا ب 2 مليون. قلت لك طب ليه؟ ما هو كده كده الراجل مش محتاجه والاهلي الزمالك مش محتاجه، طب ليه الزمالك ما ياخدوش؟ ده لعبه لايق على فقعدنا نهزر ساعتها كده وبتاع، وكان مش عارف جاي له الوكره القطري وما اعرفش ايه. ودايما انا على فكره انا شفته مره كده احمد بالصدفه يعني، فسلمت عليه وكده، ولد محترم قوي مؤدب قوي، وتقريبا حسيت انه مبسوط ان انا بتكلم عنه كويس، فحسيت ان هو شخص بيتاثر بالكلمه. فانا عايز اتكلم على اتنين يا كابتن سيف، عبد القادر وقفشه. عبد القادر لعيب كويس جدا ولعيب مهم جدا، وانا فاكر اما لم يتم وضعه في قائمه كاس العالم للانديه كنت زعلان جدا، لان هو لعيب بيبان في الماتشات الكبيره. احمد عبد القادر روح كده هتلاقيه مثلا في فلامينجو جاب جونين، في الزمالك اول ما نزل جاب جون. اللعيب الكبير بيبان في الماتشات الكبيره، الماتشات اللي عليها ضغوط، فتلاقي عنده شخصيه، لا يهاب المباريات الكبيره، ما بيحسش بضغط. ده اللعيب اللي يلعب في زمالك واهلي، فاحمد عبد القادر من النوعيه دي. قفشه من اللعيبه المحترمه قوي اللي جمهور الزمالك بيحبها وجمهور الاهلي بيحبه. قفشه دايما بتلاقيه موجود، دايما بتحطه في الـ في الـ في الـ في الماتشات تلاقيه بيديك وبيصنع لك الفارق. ما بحبش القسوه على اللاعب، حتى لو اخطا، حتى لو كان من جواه حزين بعدم لعبه وبعدم اعطائه الفرصه. لابد ان المدرب يحتوي اللاعب، يعني المدرب الكبير يحتوي اللاعب، حتى لو اللاعب في بعض الاحيان قال له مثلا انت ظلمتني مثلا، يقدر شعور اللاعب دايما كده. انا بحب كده المدرب اللي بيعرف يحتوي اللعيبه كلها، لان اللعيبه انواع مختلفه. قفشه من اللعيبه الحريفه اللي بتحب تلعب، اللي بتلاقيها في الماتشات الكبيره زي ماتشات نهائي افريقيا، زي ماتشات الزمالك، زي ماتشات افريقيا، من اللعيبه اللي بتصنع وبتجيب اجوان. انت عايز تقول ان عبد القادر وقفشه من اتنين مؤثرين في الاهلي؟ مؤثرين جدا، ومره تلاقي عبد القادر مع الف سلامه، ومره تانية بعديها بشهرين قفشه ده لازم يمشي، يعني تحس كده حاجه غريبه. بعد كده بعد ربع ساعه تلاقي قفشه بقى نجم النجوم وعبد القادر رجع. لا، في اتنين لعيبه كبار ولعيبه مهمين للنادي الاهلي، وهمين مهمين جدا لمستر كولر. مشهد يعني. معلول والشارع؟ لا، مشهد جميل جدا. معلول طبعا لعيب يستاهل، لعيب بص معلول يعني اثق مليون في الميه ان معلول اعطى للنادي الاهلي الكثير والكثير. لاعب مؤثر جدا، لاعب مهم جدا في كل المباريات، لاعب. ولكن معلول نجم لانه في النادي الاهلي. تخيل ان معلول ليس نجما في تونس. برافو عليك والله. يعني صح. معلول ما كانش، انت شرحت الموضوع فعلا بشكل فعلا. بص يا كابتن سيف، علي معلول لعبه بان لعبه ليه؟ لانه بيلعب مع نادي بقيمه الاهلي، طول الوقت بيهاجم، طول الوقت بيخلق فرص، طول الوقت رايح لقدام، معظم الفرق ما بتهاجموش، فبالتالي علي معلول بقى عنده لعيبه في نص الملعب وحوش يقدر يغطي على علي معلول لما بيتقدم. فعلي معلول طول الوقت بيلعب وينج ليفت مش هاف ليفت. يعني هتلاقي في بعض الاحيان الناس مثلا جت كره من ناحيته وجي جون من ناحيته، فالناس تزعل منه شويه وكده، لكن في النهايه مع فريق بيشيل. لكن ما يقدرش مثلا في منتخب تونس هتلاقي المدرب بيفضل الافضل دفاعيا عليه، هتلاقيه مش لعيب اساسي في منتخب تونس، ما كانش بنفس النجوميه ما كان في الصفاقسي او ما كان في النادي في تونس، لكن عمل تاريخ لنفسه في النادي الاهلي، من افضل المحترفين اللي صنعوا تاريخ لنفسهم وصنعوا اسيستات وجابوا اهداف مؤثره. لعيب يستاهل يكون كابتن النادي الاهلي حتى لو لجزء. ضغط المباريات على الاهلي شايفه ازاي؟ ضغط المباريات على الاهلي انا من وجهه نظري اسهل من ضغط المباراه على اي فريق، لان النادي الاهلي يمتلك مجموعه من اللعيبه على اعلى مستوى. بس انا عندي حاجه غريبه قوي يا كابتن سيف، ويا ريت الاعداد يعني يشوف كده هل ده حصل.
عمرها لم تحدث في تاريخ الكرة المصرية ان نادي لعب 13 ماتش منهم ماتشين مع نفس مع دور اول ودور تاني ولسه الدور الاول مخلص. ما حصلتش في التاريخ. يعني انا الاهلي لعب مع الاسماعيلي رايح جاي ولعب مع الجونة رايح جاي وهو لعب 13 ماتش ولا 14 ماتش. دي ما حصلتش. يعني لسه ما خلصتش الدور الاول ولعبت الدور الاول والتاني مع والنهارده الزمالك لعب مع سموحه رايح جاي ولسه الدور الاول للزمالك ما خلص. فدي جديده ونخش من موسوعه جينيس لحاجه جديده في التاريخ. الدور الاول ما خلص بس انا لعبت الدور الاول والتاني مع فرقتين.